اول انحدادها على قداسة البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الإسكندرية، واللي اعلن المجمع المقدس وفاته امبارح في يعني في الساعة 7 تقريبا اعلنت الوفاة بعد صراع طويل مع المرض وعن عمر يناهز 88 عام بعد يعني حوالي 40 او 41 سنة من البابوية. يمكن فقدت مصر رجل يعني امتاز بالحكمة، رجل يعني كان له العديد من المواقف يعني المختلفة اللي يعني اللي دايما كانت بتساعد في حل مشاكل لها علاقة بالأقباط في مصر، ويمكن كان بسبب حكمته دي ممكن بتخمد محاولات لإشعال فتنة طائفية في مصر. النهاردة احنا دلوقتي في طريقنا للكاتدرائية في العباسية، يمكن زي ما احنا شايفين الطرق مزدحمة في كل شوارع القاهرة، الوفود بتتوافد من كل مكان ومن كل محافظات مصر. يمكن محطة مصر استقبلت العديد من الوفود النهاردة اللي جاية من كل المحافظات ومن كل القرى، مرتدين زي الأسود حزنا على قداسة البابا شنودة عشان يحاولوا يشاركوا في العزاء ومراسم الدفن اللي هنحاول نتابعها النهاردة من خلال الكنيسة، ونعرف أكتر عن الإجراءات والتقاليد الكنسية اللي المفروض بتحدث في مثل هذا الظرف، نعرف أكتر عن مراسم الدفن والعزاء وكل ما يخص التقاليد والإجراءات اللي المفروض تحدث. بعد ذلك يمكن البقاء لله، البقاء لله ويعني خالص التعازي لكل أقباط ومسيحيين مصر وكل مسلمين مصر والمصريين جميعا اللي فقدوا النهاردة يعني رمز بيمثل الحكمة ويمثل الأقباط بقالوا 40 سنة وقف في صفهم في مواقف كتير. يمكن الحزن بيعم الشوارع، الناس كلها بترتدي الأسود، الناس كلها بتعزي بعض، الناس كلها حزينة، مش بس مسيحيين، كمان مسيحيين ومسلمين، يمكن العديد كمان من المسلمين كانوا بيحبوا الراجل ده وكان بيقدروا مواقفه المختلفة. خليكم معنا النهاردة لحظة بلحظة نعرف أكتر التطورات الوضع بعد ما فقدنا البابا شنودة الثالث رحمه الله. معنا أبونا صليب جمال قس كنيسة أبو سفين في مصر القديمة من أمام الكاتدرائية. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني يمكن البقاء لله في البداية، حضرتك يعني شايف الفترة الجاية إزاي واستقبلت الخبر إزاي؟ طبعا حزن لفراق قداسة البابا، ولكن أنا لحد دلوقتي بقول قداسة البابا ما ماتش، لأنه لازال عايش في قلوب كل المصريين مسيحيين ومسلمين بأعماله وفضائله وعمل إنجازات كثيرة
باقية إلى الآن. كتيب التاريخ هيكتب عن قداسة البابا الكثير والكثير، ونطلب من ربنا أن يعني يرتب مدبر لشعبه، وأكيد ربنا مش سايب كنيسته. يعني عايزين نعرف اكتر عن مراسم الدفن وتطوراتها، المفروض هتسير ازاي؟ يعني يمكن مش كل الناس عندها خبره بايه اللي بيحصل في حاله زي دي، في حاله وفاه البابا. يعني قداسه البابا كانسان مصري، مواطن مصري، نهايته هتبقى يعني ثلاث ايام. اي انسان يقدر يروح وياخد برد قداسه البابا، لابس لبس البطرك وقاعد على الكرسي بتاعه. انا دخلت دلوقتي حالا وخدت بركته لفتره ثلاث ايام. مراسم الجنازه هتكون يوم الثلاث، هيكون في قداس كل يوم في الكاتدرائيه، هينتهي القداس وقداس البابا يكون حاضر بجسده معنا. يوم الثلاث بعد القداس هيتم التجنيز، وبعد كده اتوقع ان هيكون الدفن في دير الانبا بشوي. هل بتحفظ بيحفظ الجسد مده الثلاث ايام دول فعلا، او بيتم تحنيطه بشكل ما، ولا دي مش حاجه حقيقيه؟ لا اكيد طبعا بقى في حاجات طبيه انا مش عارفها الى الان، لكن معروف ان هو لازم يقعد ثلاث ايام كل شعب ياخد بركته. طب يعني تفاصيل بقى ما بعد ذلك والكنيسة، ويعني مين اللي بيتولى البابوية بشكل مؤقت لغاية ما يتم الانتخاب؟ المجمع المقدس بيقرر ان هما بيبقوا يعني في قائم مقام. اذا كان الانبا ميخائيل لو هيتنازل عنها هيبقى للانبا باخوميوس، يعتبر اكبر المطارنة الموجودين بعد الانبا ميخائيل. في اجتماعات المجمع المقدس بيدبروا ترشيحات، وفي الانتخابات، وفي القرعة الهيكلية لسه هتاخد وقتها، لكن المجمع المقدس هو اللي بيدير شؤون الكنيسة في حالة انتقال قداسة البابا. طب يعني حضرتك شايف التوقيت ده ووضع أقباط يعني مسيحي مصر حاليا عامل ازاي في ظل فقدان البابا شنودة رحمه الله؟ قداسة البابا موجود معانا، وبعدين ربنا بيرعى الكنيسة، دي حاجة. الحاجة التانية اللي انا شايفه ان احنا المسيح المسلمين عايشين مع بعض متحابين، وما فيش اي خوف من شيء، يعني ما فيش اي خوف من حاجه، وقرارات المجمع المقدس بتدير شؤون الكنيسه، وربنا يرتب الامور ويتم الاختيار باسرع وقت. يعني معايا شنودة فتحي قائد مجموعة كشافة الأنبا برام. يعني شنودة أنا شايفاكوا قايمين بمجهود هايل في محاولة التنظيم هنا عشان الازدحام اللي موجود أمام الكاتدرائية، فممكن تحكي لنا يعني بتنظموا الوفود دي إزاي هنا؟ هي فكرة كلها جت إن إحنا متعودين أصلا أساسا في الكشمة على الخدمة وعلى النظام، لما يكون في حشود كبيرة بنعمل نفس الطريقة، فطبعا مساعدة الناس كمان، فإحنا قدرنا فعلا إن إحنا نقدر نكبر الطريق زي ما حضرتك شايفة، وفضلنا لغاية نوصله عن طريق في كده باب خروج الناحية التانية وباب دخول من هنا ومن هنا، بحيث ما فيش تكدس ولا حد مثلا يتصاب، وبالذات الأطفال الصغيرة، فده اللي هدفنا أساسا. وبعدين هي كشافة أساسا هي نظام، فانتوا عاملين ممر ده عشان سهولة المرور والدخول، وفي نفس الوقت برضه بنساعد الأمن من بره، الأمن من بره وإحنا بنساعدهم من جوه.
طيب يعني عايزه طبعا اعزيك في يعني قداسه البابا، ولكن انت مستقبل الخبر ازاي ومتعامل مع الموقف ازاي؟ منتظر ايه الفتره اللي جايه بعد وفاته؟ يعني هو كل يعني كل سيدنا بيجي، كل واحد بيسلم جيل، كل واحد بيمسك جيل ويسلم جيل اللي بعده. هو كان ماسك رساله وفعلا هو سلمها لربنا، مستنيين اللي بعده هيجي برضه ياخد الرساله، وهي رساله بسلم رساله. هو اساسا بيمسك الكرسي المرؤوسيه، فهو دلوقتي سلم الكرسي للي جاي، واكيد ربنا يختار الصالح. احنا دلوقتي امام الكاتدرائيه المرقسيه في العباسيه، امام احد بواباتها، وتقريبا البوابات كلها مغلقه لانه في اعداد كبيره جدا في داخل الكاتدرائيه بالفعل، من واللي بدات تتوافد عليها منذ يعني الليل ومنذ الساعات المتاخره من الليل وحتى الصباح، زي ما احنا شايفين الاعداد الكبيره جدا اللي بتحاول الوصول لاي بوابه مفتوحه من بوابات الكاتدرائيه عشان ياخدوا بركة البابا شنودة. زي ما عرفنا انه البابا شنودة من المفترض ان يجلس على كرسي ماري مرقس لمدة 3 ايام، بحيث يبقى مسموح لكل المصريين وكل الناس من كل حتة في العالم حتى ان هي تتوافد عليه وتاخد البركة لمدة 3 ايام حتى يوم الثلاث يوم دفنه. زي ما احنا شايفين التأمين القوي من قبل القوات الداخلية وشرطة المرور اللي بتنظم يعني زي تروس من الحديد عشان تعمل ممرات لعبور الناس في طوابير عشان تنظم الوفود ناحية التوافد ناحية الكاتدرائية بشكل أكتر، بحيث ما يحصلش اصطدامات بسبب الازدحام. كمان في تواجد للشرطة العسكرية وقوات الجيش ومدرعات الجيش والشرطة اللي بتؤمن كل بوابات الكاتدرائية لحين فتح الأبواب عشان الناس تقدر تدخل تاخد البركة. يعني هنحاول زي ما احنا شايفين ناس كتير جاية من أماكن مختلفة ومحافظات مختلفة، راهبات جم من الأديرة بتاعتهم وقساوسة كل كنائس مصر وكل مسيحيين ومسلمين مصر اللي بيحاولوا يدخلوا ياخدوا بركة البابا شنودة من الكاتدرائية. زي ما احنا شايفين دلوقتي تم فتح ابواب الكاتدرائيه والناس بتتوافد بسرعه ناحيه الابواب عشان تقدر تلحق تاخد البركه. زي ما احنا شايفين الزحمه كبيره جدا، في كله بيحاول يتدافع عشان يلحق. ممكن تعرفونا بحضراتكم؟ مدام وداد. وحضرتك؟ اللي عنيتها ماجده. انتوا جيتوا منين؟ من رود الفرج، من شبرا. يعني استقبلتوا خبر ازاي وتقولوا ايه يعني في ظرف زي كان؟ طبعا وحش طبعا علينا، ده يعني اعتبرنا ان ابونا مات امبارح، ملناش ظهر غيره. طيب جاي النهارده عند الكاتدرائيه ليه؟ يعني اشوفه لاخر مره. يعني خلينا نعرف انه بعد ما البابا مات ايه احساسكم؟ يعني متوقعين ايه الفتره اللي جايه، الاجراءات اللي المفروض تحصل؟ يعني متوكلين ربنا يبعت واحد يشيل الحمل عنه شويه، لان هو فينا كان ابونا يعني وكان حكيم جدا. وحضرتك يعني ليه الناس كلها مهتمه تيجي من كل حته عشان البركه بتاعت البابا شنودة؟ عشان البابا شنودة غالي علينا وكل الناس زعلانة علشانه، فاحنا اقل حاجه ان احنا نيجي النهارده.
الباب الكاتدرائيه لسه مقفول، وزي ما قلنا قبل كده في الوفود اللي جت من كل مكان منتظره، يعني منهم اللي لسه بره ساحه الكاتدرائيه وبيحاول الدخول، واللي بنلاقي التكدس على كل البوابات الخارجيه، محاوله منهم للدخول من اي بوابه ولكن كل البوابات مقفوله، ومنهم اللي حاول يوصل لجوه لقى برضو باب الكنيسه مقفول، فالناس كلها منتظره عشان تاخد بركه البابا شنوده اللي لسه الابواب ما اتفتحتش عشان يقدروا يوصلوا له. يعني دي مجموعات من الناس اللي قاعده منتظره لغايه ما الابواب تتفتح. ممكن تعرفينا بحضرتك؟ اعرف ايه، كفر حمزه. حضراتكم جيتوا منين؟ من كفر حمزه. من كفر حمزه جيتوا؟ من ابو زعق. جيتوا ليه هنا النهارده؟ عشان ناخد بركه من سيدنا، ما قدرناش ندخل ولا ناخد بركه من سيدنا. استقبلتوا الخبر ازاي، خبر وفاه البابا؟ سمعنا على التلفزيون، سمعنا قالوا سيدنا اتنحى وبس. زعلتي عليه بقى؟ زعلت عليه قوي، زعلان عليه قوي. بيمثلك ايه البابا شنود؟ كل حاجه جايبها لنا البابا شنود. حضرتك طيب؟ وانا برضه من ابو زعبل برضه. قابلتي الخبر ازاي طيب؟ سمعناه من على التلفزيون. زعلنا طبعا، زعلانين عليه قوي طبعا. سيدنا بس. تفضلوا قاعدين هنا لغايه امتى طيب؟ لا ده احنا لو ما دخلناش ناخد بركه هنمشي عشان بيتنا بعيد، بلدنا بعيد. بيقولوا هيفتحوا الابواب الساعه 7، هتستنوا؟ مش عارف، بس نستنى ونزور. اي ليه مهم، ليه حريصين قوي على ان انتوا تدخلوا تاخدوا البركه من محافظ علينا ومخلوا بالنا منه. وحضرتك كده محافظ علينا وجيب لنا كل حاجه اللي احنا عاوزينها جايبان. البركه دي يعني لما تدخلي تاخدي بركه، ده يعني ليه ده مهم بالنسبه لك، او ليه ده تقليد عندكم؟ تحت اللي خدت بركه من سيد. يعني بتودعيه يعني؟ بنودعه. اللي بيحصل انه بيترشح لسقف العموم، في عندنا سقف لبرشيات، سقف لبرشيات ما يترشحوش، اللي بيترشحوا سقف عموم حوالي 8 او 9، دول اللي بيترشحوا، بينتخبهم المجمع المقدس. المجمع الانتخابي اللي بيشكل من 1500 شخص هم اللي اليوم حق التصويت على البابا القادم. المجمع المقدس وبعض الأراخنة اللي هم القريبين من سقفة اللي يعرفوهم، بعد ما ينتخبوا من هؤلاء الأساقفة ياخدوا أعلى 3 أصوات، يعني حاصلين على أعلى 3 أصوات، دول بيختاروهم. وبعد كده بيتعمل حاجة اسمها قرعة هيكلية. قرعة هيكلية بتبقى فيه صلوات معينة لاختيار البابا. بعد هذه الصلوات بيتحط 3 أسماء في صندوق. صندوق ده بيمسكه اللي هو البابا اللي هو القائم بأعمال بابوية، اللي هو أقدم الأساقفة بيقوم بقائم مقام البابا. قائم مقام البابا بياخد الصندوق بيحط فيه 3 ورقات اللي هم الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات. بعد كده بيجي الطفل ده يختار ورقة بعد الصلوات وبعد القداس، صلوات المجمع المقدس كله بيجتمع. بعد هذه الصلوات الطفل يختار ورقة. بالطريقة دي بيكون المختار هو مختار من الله، يعني مش من شخص معين، من الله. هذه الورقة بيفضها اللي هو قائم مقام البابا، بيذكر الاسم، يبقى هو ده البابا اللي ربنا اختاره.
اللي جم من كل محافظات الجمهورية من كل مكان بيتوافدوا على الكاتدرائية دلوقتي عشان ياخدوا بركة قداسة البابا شنودة رحمه الله. دلوقتي احنا في داخل ساحة الكاتدرائية المرقصية في العباسية امام الباب الرئيسي للكنيسة في داخل الكاتدرائية، ومن المفترض انه في طبعا الوفود الكبيرة اللي داخل الكاتدرائية، والمفروض انه يجلس الان جسد قداسة البابا شنودة رحمه الله على كرسي ماري مرقس، واللي هيعود عليه لمدة 3 أيام عشان يبقى مسموح لكل الناس من كل الجمهورية وسواء مسيحيين أو مسلمين ان هم يدخلوا ياخدوا بركة قداسة البابا شنودة. من المفترض انه على حسب قوانين الكنيسة الأرثوذكسية انه خلال 7 أيام من وفاة البابا بيعين أقدم مطران كقائم بمقام البطريرك مؤقتا، فترة مؤقتة لغاية ما يتم انتخاب 1500 شخص اللي هم بيوكلوا كلجنة انتخابية هي اللي ليها حق التصويت على البابا الجديد، واللي المفروض ان هو هيختار من يعني حوالي 100 أسقف بتنطبق عليهم المواصفات التي بتنصها الكنيسة، واللي يجب ان تتوافر في البابا، وهي ان يكون عمره لا يقل عن 40 عاما ميلاديا، يكون راهب لم يسبق له الزواج من قبل غير متزوج، وان يكون بطبع مصريا ارثوذكسيا قبطيا، وان يكون قضى على الاقل 15 عام في الرهبنة. من المفترض انه هنتابع معاكم ان شاء الله يوم الثلاث دفنة قداسة البابا شنودة بعد 3 أيام اللي قلنا عليهم، ونتابع بعد كده ايه التطورات اللي هتحصل حتى ان يولى بابا جديد من بعد البابا شنودة. زي ما احنا شفنا دلوقتي الملايين من الاقباط والمسلمين جم عند الكاتدرائية عشان يأكدوا على ان البابا شنودة لم يمت وان كلامه دايما عايش فينا. يمكن اشهر جمله اللي كان دايما يقولها ان مصر مش مجرد وطن بنعيش فيه، مصر وطن يعيش فينا، مصر امنا اللي بتعيش فينا. كل الناس دي جت عشان تأكد على ده وتأكد ان البابا شنودة لم يمت بكل تواصيه وكلماته اللي هتفضل في قلوب كل المصريين. خليكم معنا دايما، تابعوا كل اللي بيحصل لحظة بلحظة.